بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا النهاردة تداعيات أزمة فيروس كورونا في مصر. في البداية خلونا نرحب بضيفنا العزيز أستاذ سامي خيرت رميح، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة يا فندم البلد بتواجه ظروف صعبة في الفترة الحالية. كنت عايز من حضرتك في البداية يعني تعرفنا بحضرتك الأول قبل ما ندخل في موضوع فيروس كورونا، كنا عايزين نتعرف عرفنا بحضرتك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سامي خيرت، محامي بالنقد ومزارع من القصية أسيوط، ومواطن مصري طبعا قبل كل شيء. أكيد أكيد يا فندم. كلمنا يا فندم عن وجهة نظر حضرتك بخصوص أزمة فيروس كورونا من حيث مجهودات الدولة ومن حيث واجبات المواطنين. يعني هل في مشكلات معينة بخصوص الموضوع ده ولا وإيه الحلول؟ لو في مشكلات إيه هي الحلول اللي ممكن يعني تطرح من وجهة نظر حضرتك؟ تفضل يا فندم. نبدأ الأول بخصوص أزمة فيروس كورونا. أزمة فيروس كورونا طبعا مش أزمة مصرية بس، لا دي أزمة عالمية، فيروس منتشر على مستوى العالم ومشكلة بتؤرق العالم أجمع ولها تأثير كبير على أرواح الناس وعلى اقتصاديات العالم كله. نرجع للنقطة اللي بعد كده وهي مجهودات الدولة المصرية. كلنا طبعا بلا استثناء شايفين مجهودات وزارة الصحة، ولا أحد ينكر ما يقوم به الجيش الأبيض كما يسمى، تمام، الأطباء والتمريض وعمال المستشفيات، ولا ننسى وزارة إن الصحة بشكل عام. طبعا طبعا كل وزارة الصحة، ومش على فكرة هي مش وزارة الصحة بس، احنا لما هنقول مجهودات الدولة هنقول إن فيروس كورونا أعاد ترتيب أولويات وأوضاع معينة في المجتمع. يعني عامل النظافة بيقوم بدوره، ده معروف طبعا. تمام. أنا ذكرت عامل النظافة الأول علشان ده أهم عنصر، أنا شايف ده عنصر هام جدا. أكيد أكيد يا فندم. طبعا طبعا طبعا. بعد كده كلنا جنود طبعا. جنود القوات المسلحة بيقوموا دورهم، جنود الداخلية بيقوموا دورهم، جنود الطب بيقوموا دورهم، جنود وزارة التنمية المحلية بيقوموا دورهم، وكل واحد بيقوم دوره في مجاله قدر المستطاع أو قدر جهده يعني. تمام. من وجهة نظر حضرتك يا فندم، احنا كشعب مصر أو كمواطنين مصر بنقابل الأزمة أو موضوع فيروس كورونا بالطريق الصحيح أو بالشكل الصحيح ولا؟ والله مش كلنا، يعني فيه ناس على حسب درجة الوعي ودرجة الثقافة الموجودة في المجتمع. تمام. في ناس متفاعلة تماما مع الدولة ومع الوضع العام بصفة عامة ومع اللي شايفينه ومع قرارات الحظر. تمام. وفي ناس ما عندهاش درجة الوعي الكافية. انا ما اقدرش اقول ان هم بيعملوا حاجة يعني مخطئين، هم مبدئيا هم ما عندهمش الوعي الكافي يعني. تمام. يعني ادراكهم ما وصلش، ان لاني مش مدركين ان الفيروس مش مدركين خطورة الموضوع، مش يعني مش حاسين بخطورة الموضوع او حاسين ان دايما يعني الدولة المصرية برضه هتقف وبتقف ورا كل أزمة ودايما بتلاقي حلول ودايما كذا ودايما كذا. الى حد ما، انما احساسنا كلنا مش واحد، يعني محتاجين مزيد من الوعي ومزيد من التجاوب. يعني يعتبر عدم وعي برضه، عدم وعي نقدر نقول عدم وعي الى حد ما. تمام. طب يا فندم، انا حضرتك تحدثت معايا قبل الهوا على موضوع الهوية المصرية. ما هي الهوية المصرية يعني المطلوبة وعلاقتها بالطبيعة أو في الوقت الحالي بالشعب المصري؟ تفضل يا فندم. والله هو موضوع الهوية المصرية شيء أساسي ورئيسي. تمام. لأن احنا كلنا لينا هوية، وهويتنا دي عبارة عن حقيقة الشيء وجوهره. الهوية معناها حقيقة الشيء وجوهره. هويتنا المصرية اتكونت بالنسبة لنا كمصريين من عدة أشياء. في موقع جغرافي أثر في تكوين الهوية، احنا لينا موقع جغرافي في أفريقيا ومرتبطين بأسيا ومرتبطين بنهر النيل ودول حوض وادي النيل ومرتبطين بحوض المتوسط ومرتبطين بلغتنا العربية ومرتبطين بديانتنا ومرتبطين بهويتنا الشرقية، ديانتنا الإسلامية والمسيحية. تمام يا فندم. اتفضل. طب ايه رأيك يا فندم، معانا مداخلة من دكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط سابقا. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا اهلا، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. تمام. كنا عايزين حضرتك يا دكتور تكلمنا في بخصوص أزمة فيروس كورونا وإزاي إن احنا نتخطى المرحلة دي. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير.
لو كده في معنى مختصر كيفية تخطي يعني المشكلة اللي احنا فيها، اللي هو هذا الفيروس بتقع تحت طائلة ما يسمى بالانفكشن كنترول او التحكم في العدوى. تمام يا فندم. التحكم في العدوى ده ابسط تعريف ليه انه لو شخص مصاب بمرض قدامك او شخص سليم لا تاخد منه ولا تديله. بمعنى يا فندم؟ بمعنى انك انت ما تصريفك معاه ما يسببلهوش مرض، وفي نفس الوقت لو كان هو عنده مرض تصريفك معاه ما تاخدش منه المرض تديه لغيره. تمام. طب يا فندم، ده القاعده الرئيسيه في التحكم في العدوى. تمام يا فندم. طب يا فندم، احنا بنشوف مؤخرا في الفتره الاخيره شباب متطوعين في القرى والمدن دايما بطريقه التعقيم، يعني بيعقموا الشوارع وبيعقموا الاماكن العامه وبيعقموا الحوائط الخارجيه. هل طريقه التعقيم صحيحه ولا غير ذلك؟ شوف يا باشا، اتفضل. يعني اذا اعتبرنا هذا الفيروس عدو، زمان بعد 67 كان في برنامج بيذيعوه في الراديو اسمه اعرف عدوك. اذا اعتبرنا انه الفيروس ده عدو وهو عدو فعلا لكل البشريه، يبقى لابد انك انت تعرف عدوك. عدوك ده هتعرفه من ايه؟ هتعرفه هل هو فيروس ولا هل هو حاجه معديه ثانيه، بكتيريا غير بكتيريا، من الحاجات اللي زي كده. هل هو من الحمض النووي الدي ان ايه ولا الار ان ايه؟ والفرق بينهم بين الدي ان ايه والار ان ايه انه الدي ان ايه ثابت، زي فيروس بي الكبدي ثابت، ولذلك تم عمل تطعيم ليه. الفيروس الكورونا ده ار ان ايه غير ثابت، بيعمل طفرات. كان سنه 2012 في السعوديه لو كان ليه تطعيمات وفاكسينز كان اتعمل، لكن ده النهارده بشكل بكره بشكل ثاني. عشان كده الاساس فيه الوقايه، وعلشان انت تقي نفسك منه لازم تعرفه بينتقل ازاي ودوره حياته ازاي وايه نقطه الضعف في دوره حياته اللي انا ادخل فيها واكسرها. طب يا دكتور، ما هي اعراض فيروس كورونا يا دكتور؟ يعني ايه الاعراض بتاعت فيروس كورونا؟ الفيروس كورونا ده يعني انا مش عايز اتكلم في الاعراض، انا عايز اتكلم في كيفيه الوقايه. في كيفيه الوقايه، فيروس كورونا ده عرفناه بينتقل عن طريق الرذاذ مش عن طريق الهواء. يعني لو قلت لك فيروسات الكبد اللي هي البي والسي او فيروسات الدم ومعاهم الايدز، ده لازم دم المريض ينتقل إلى دم الشخص المصاب، لازم دم يقابل دم. تمام. طب في 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 فيروس كورونا ده الرذاذ ده هو يعني اللي ما يتطاير من الفم أثناء الحديث. هل يا دكتور المواطنين بتتعامل مع فيروس كورونا بالشكل الصحيح؟ لا، ما بتتعاملش المواطنين مع الفيروس كورونا بالشكل الصحيح. طب ايه يا دكتور بقى الشكل الصحيح اللي ممكن نتعامل بيه مع فيروس كورونا او ممكن نتصدى بيه لفيروس كورونا؟ الشكل الصحيح، فيروس كورونا ده بينتقل بالرذاذ، والرذاذ ده بيتطاير مع الهواء اثناء الكلام او اثناء العطس او اثناء الكحه. الرذاذ ده حاجه ثقيله، مش حاجه خفيفه، فبيتساقط قدامنا في مسافه لا تزيد عن متر. لو انا تباعدت بيني ما بين اي شخص مسافه اكثر من متر، انا في وقايه من هذا الفيروس. بالمناسبه اذا كان ما فيش علاج يبقى الوقايه هي العلاج، مش الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج اذا وجد العلاج. تمام. لكن دي الوقايه، اذا كان ما فيش علاج فالوقايه هي العلاج. هذا الفيروس بيتطاير وتقيل، بيثبت على الاسطح. الاسطح دي الفيروس ده حاجه ميته، ما هياش حاجه متحركه زي الناموس مثلا. دي حاجه لو السطح اللي بترسي عليه ما بتتحركش منه. القاعده اني انا ما اروحش بيدي
وألمس هذا السطح وبعدين اخذ الفيروس من عليه واحطه على وشي على مناخيري على بوقي حاجات اللي زي كده. بالفعل يا دكتور بالفعل. هذا الكلام لو الانسان غسل ايده مرات متتاليه بالماء والصابون فقط لا غير، وبعدين اقلع عن بعض العادات زي لمس الوجه ولمس الاسطح، وبعدين تاخذ اللي عليها وتوديه ناحيه وجهك ولا عينك ولا حاجات زي كده، لو اقلع عن هذه العاده غسل ايده غسل وجهه استنثر بالماء، لانه الفيروس اساسا برضه بيدخل عن طريق الانف وبيقعد شويه يتكاثر، لو البني ادم زي ما في الصلاه بيستنشق وبيطلب الماء. حضرتك يا دكتور عايز توضح لنا او عايز توضح للناس ان الموضوع خطير، الموضوع مش سهل يعني. الموضوع خطير والموضوع سهل اذا تم اخذ الاحتياطات المناسبه. يا دكتور الناس مستسهلين الموضوع قوي هنا في مصر يعني، واخد الموضوع غلط. بكل بساطه والناس غلط. بتهزر في الموضوع غلط، لان الدول الكبرى انهارت تحت هذا الامر. لا ان شاء الله ربنا واحنا عندنا وسائل وقايه اكيد ناخذ بها ولا لا؟ اكيد اكيد. يعني انا اغسل ايدي استنثر من الانف اكيد. ممنوع التصافح والتقبيل يا سيدي يا سيدي، احنا ما قلناش ممنوع خالص، بس الموضوع ده يعدي وصافح وقبل باثر رجعي، بس الموضوع يعدي. التباعد في البيت ان شاء الله، في البيت نفسه مسافه بين الناس لا تقل عن متر. ممنوع التجمعات. شكرا. الافراح والحاجات، المسألة مش تحدي هو الدنيا ده هيتحدى نفسه، وبعد كده الخطر لازم نيجي على نفسنا شوية يا دكتور ونلتزم شوية بقرارات الدولة وتعليمات الدولة، ولازم كلنا نتكاتف حول يعني على قلب رجل واحد يعني، ما هو لكده عشان الأزمة تعدي على خير. ما هو لكده لكده، لا إما نتكاتف لا إما ده حياة يا حياة يا موت يعني، مش هزار الموضوع، مش هزار، يا إما حياة يا إما موت يعني الموضوع مش وحاجات أساسا لسه ما تعرفناش علاج. أكيد أكيد شرفتني. لسه ما تعرفناش علاج. بالنسبة لتعقيم الشوارع تمام، بالنسبة لتعقيم الشوارع احنا يعني البرنامج الانفكشن كنترول ده والتحكم في العدوى بدأ تطبيقه في جمهورية مصر العربية سنة 2003 وتصدينا له 6 محافظات في الجمهورية، من كل محافظة كان 2 مستشفى ماشي. كنا 12 مستشفى يعني تم تدريبنا بمعرفة خبراء من أمريكا ومن بريطانيا. طب يا دكتور يا دكتور، هل التعقيم اللي بيتم في الوقت الحالي تعقيم الشوارع الخارجية هل ده صح ولا خطأ؟ أولا هناك فرق بين التعقيم والتطهير. اللي بيحصل ده اسمه تطهير، بمعنى لما يتقال عليه تعقيم اللي يسمعنا يقول الجماعة دول ما عندهمش فكرة عن أي حاجة، اسمه تطهير. هو انا بمجرد ما رشيت وطهرت راح كده خلاص الفيروس لو في اي فيروس كويس موجود؟ كويس، وجي بعد ما انت طهرت ورشيت ب 10 دقائق واحد راح عاطس في المكان اللي رشيت وطهرت. كويس كده، ما هو الفيروس اتوجد. العبرة مش بانك انت تطهر، العبرة بانك انت ما تاخدش من السطح بايدك وتودي ناحيه بقك وناحيه عينك وناحيه انفك. المداخل بتاعت الجسم يا دكتور. امال ايه، ما تاخدش يعني بالظبط زي حاجه سم محطوط في مكان معين، السم ده مش هينتقل لك، لكن لو رحت انت شربته هتتسمم. بالفعل، ربنا يحفظ مصر وشعبها، شرفتني خالص باتصالك يا دكتور. لا يعني واحنا بندرس الانفكشن كنترول ده خدوا جزء من ارضيات وبعدين عملوا لها تنظيف، نوع عملوا له تنظيف بماء وصابون ونوع عملوا له تنظيف بماء وصابون وطهروه ثم تطهير. كلام حضرتك يا دكتور على راسنا من فوق، ونتمنى ان الجميع يعني ياخذ بتعليمات حضرتك يعني. شكرا. اللي نظفوه بالماء والصابون اكيد، اللي نظفوه بالماء والصابون تم القضاء على 80% من العد الميكروب. شكرا يا دكتور، شرفتني باتصالك يا دكتور، شكرا. أستاذ سامي، تعليقك على كلام أو على تصريحات الدكتور محمد، حابب أعرف وجهة نظر حضرتك، هل الشعب أو المواطن المصري بيتعامل بالطريق الصحيح؟ ما أعتقدش يا فندم. بمعنى؟ يعني إحنا بالنسبة لنا المفروض نتعامل زي ما قال الدكتور محمد،
وناخد في عقلنا يعني هيقول ايه؟ اتفضل. لازم ناخد في حساباتنا كويس الكلام اللي جاله معالي الدكتور. ان التطهير بيتم ولكن بعد فتره معينه لو في فيروس، الفيروس بيعيش وبيكون موجود. تمام. وانا شايف ان المداخل يعني من الممكن المداخل يتحط فيها مثلا، ده من وجهه نظري طبعا، انا مش متخصص، ولكن هاخد من كلام معالي الدكتور وهاخد من كلام الساده المختصين بالطب الوقائي. تمام. الخاص بعمليه التطهير واضافه الكلور للميه بنسب معينه، ان يكون في قماشه مبلله بالكلور موجوده في مدخل البيوت. احنا طبعا في مجموعات من الشباب على فكره بالنسبه لنا، على الاقل بالنسبه لي في القصيه، كنت عايز اسالك الموضوع ده، هل المواطن ليه دور في الوقايه؟ طبعا، وانا بقول لحضرتك عندنا مجموعات من الشباب، مجموعات كبيره ما شاء الله. تمام. المدينه فيها مجموعات والقرى فيها مجموعات، وبيقوموا بعمليات التطهير المستمر تحت اشراف مجلس مدينه القصيه وتحت اشراف الوحدات المحليه. تمام. فبيساهموا، ودي مساهمه فعاله، وفي افراد وفي جمعيات كمان. تمام، هناخد اتصال ونرجع تاني. اتفضل. استاذ احمد، الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك استاذ محمود؟ طبعا خير عن حضرتك. اخبار حضرتك يا فندم؟ ربنا يبارك فيك. انا حابب اشكر حضرتك خالص واشكر ضيفنا الكريم واحييكم على الاستماع لاصواتنا في الصعيد يا فندم. اكيد يا فندم، ده واجب علينا يا فندم، يعني دورنا ان احنا نطلع ونتكلم ونوعي الناس ونتكلم مع الناس ونشوف الطريقه الصحيحه للتعقيم والطريقه الصح اللي عدينا من ازمه كورونا. كلنا لازم نتكاتف، وكلنا كلنا واجب علينا ان احنا نعمل من اجل رفعه الوطن. يعني هو ده دورنا فعلا يا فندم، هو ده دورنا فعلا. ومن هنا يجي سؤال ضيفنا الكريم، اتفضل. يا ترى ازاي دورنا احنا كمواطنين، ايه دورنا ممكن يكون في التوعيه ان احنا نوعي الناس في بلادنا وفي مجتمعاتنا البسيطه كمواطنين مصريين؟ ممكن يكون عندنا درجة يعني من الوعي كافية ان احنا نقدر نوعي بها الناس، وازاي نقدر نوفر لهم سبل الراحة بان هم يقعدوا في البيوت ويفضلوا في البيت علشان نحافظ على او نحد من انتشار هذا الفيروس. تفضل. اولا بشكر حضرتك جزيلا للمداخلة وللسؤال الجميل ده. اعتقد ان وزارة الصحة عاملة برامج للتوعية، والمفروض ان التضامن بتاعنا احنا كمجتمع مدني لازم نجابل البسطاء من الناس اللي ما عندهمش الوعي الكافي، لازم نعرفهم، لازم يتكون مجموعات. ولكن انا عايز المجموعات دي، او امنيتي ان تكون المجموعات دي تحت امره السلطه التنفيذيه، او بمعنى اصح يكون فيه دعوه عامه، يكون فيه شيء معين لجمع شتات الافراد اللي هم في شباب عندنا واعي جدا ومتوجهين للموضوع ده بقوه وحماسه. تمام. احنا عاوزين نستغل الحماسه بتاعتهم ونستغل القوه بتاعتهم وقوه الشباب. تمام. ونعمل لهم قوافل توعيه. تمام. تحت اشراف وزاره الصحه وتحت اشراف المختصين بالطب الوقائي. حضرتك يا فندم كنت اطلقت مبادره بعنوان تحسسوا، كنت عايز اعرف من حضرتك يعني المبادره دي بما معناها او المصطلح او المحتوى بتاعها ايه؟ في تداعيات طبعا لازمه كورونا، وأزمة كورونا عملت مشكلات متعددة في المجتمع المصري. في عندنا عمالة غير منتظمة، احنا عندنا عمال بيشتغلوا يعني ناس أرزوجيين على الله، بيطلعوا كل يوم بيوم على حسب الظروف. تمام. الناس دي اللي شغال في مقهى، اللي شغال في عمل معين، اللي شغال في خرسانة، اللي شغال اليومين دول، طبعا جميعنا نعلم أن كل هذه الأعمال فيها اللي شبه توقف وفيها اللي توقف توقف كامل. تمام. طبقا لقرارات الحظر، لأن المقاهي والمطاعم دي متوقفة بقرار. تمام. الناس دي ليها مصدر دخل من الحاجات دي، من عملها مصدر الدخل توقف. في دور طبعا بتقوم به الجمعيات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني، في دور مهم جدا قامت به الدوله. تمام. عن طريق وزاره القوى العامله والتدريب، وحددت موقع الكتروني لتسجيل الاسماء على اساس انها تقدم منحه، او بمعنى اصح معونه او دعم للمواطن المصري 500 جنيه، وده شيء جميل جدا. موضوع تحسسه. تمام. احنا مش غرب على بعض. تمام. احنا عايشين في مجتمعات، يعني مجتمع كبير، وبعدين نصغره لحد ما نوصل للمكان والمنطقه اللي انت عايش فيها. تمام. كل واحد مكلف. تمام. كل انسان قادر مكلف ان هو يبحث ويتحسس احوال الاخرين، من حوله. اذا استطعنا تنفيذ هذا الموضوع احنا نغطي قطاع كبير جدا 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 من المواطنين. تمام. ويتولى الباقي، تتولاه الدوله او تدعمهم برضو بعد كده، تتولى التدعيم الدوله ومنظمات المجتمع المدني. فيريد كل واحد يتحسس. تمام. يشوف من حوله. تمام. رساله من خلال حضرتك
لقيادات الدولة بخصوص فيروس كورونا؟ للأطباء والقيادات بشكل عام يعني. رسالة للقيادات، فيه رسالة يعني مش عارف كلمة شكرا مش عارف هتكون مؤثرة أو ليها دورها وقوية. تمام. إنما هم بيقوموا بدور مهم جدا في الوقت اللي هم بيدعوا الناس إن هم يتواجدوا في البيوت علشان عدم انتشار العدوى. الناس دي بتكون موجودة في الشوارع، موجودة في أماكن عملها، بتقوم بدورها على الوجه الأكمل، فلازم نتوجه لهم بالشكر. تمام. ده شيء أساسي، وربنا يعينهم وربنا يوفقهم، ونتمنى المزيد من المجهودات لأن الكمال لله وحده. أكيد. ما نقدرش نقول أن المجهود اللي بيتم بنسبة 100%، إنما ربنا معاهم وإن شاء الله نسبتنا تعلى في المجهودات. أكيد يا فندم، شرفتني يا فندم ونورتني حالة النهاردة، وإن شاء الله في الفترة الجاية إن شاء الله تكون موجود معايا في حلقات متتالية إن شاء الله. وأعزائي المشاهدين، أشكر حضرتك جزيلا كده. شكرا. وصلنا معاكم لنهاية فقرتنا وحلقتنا، بس أنا كنت عايز أتكلم في حاجة تعقيبا عن أحداث حصلت الفترة اللي فاتت معايا أنا شخصيا ومع يعني بعض المسؤولين بشكل عام. يعني هو في ناس عاملة صفحات وناس شغالة بتنتقد وناس بتصنفني إن أنا تبع حد أو تبع حزب أو تبع فئة معينة. أنا مش تبع حد، أنا ولا تبع حزب ولا تبع حد، أنا تبع اللي هينهض بالبلد. أنا معاه يعني، أنا تبع أي حد يعمل على مصلحة الوطن، لكن أنا ولا تبع حد ولا مصنف ولا حد يصنفني ولا حد يقول لي أنت تبع كذا ولا تبع كذا ولا حد يقول لي أنت بتطبل ولا مش بتطبل. أنا أتمنى أن أنا أكون بطبل للناس اللي شغالة بإيجابية، ده مش عيب. أتمنى أن أنا أكون بطبل للجيش، أتمنى أن أنا أكون بطبل للشرطة، أتمنى أن أنا أكون بطبل لجميع القيادات طالما هم شغالين صح، طالما هم شغالين صح في الصالح العام. أنا ليه ما أقفش خلف القيادات وما أقفش خلف الشعب وما أقفش يعني ليه أنت بتتكلم بسلبية؟ طب أنت انزل الشارع، انزل الشارع بدل ما تتكلم بسلبية معنا، انزل الشارع طلع أفكار، اطرح حلول، انزل اعمل لصالح البلد ولصالح الوطن، ما تقعدش تنتقد فيا وانتقد فيك وده يرد وده يتكلم. طب احنا ليه كده بنكسر في بعض؟ وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا، وربنا يحفظ مصر وشعبها إن شاء الله، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.